صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير والأمة الإسلامية إن شاء الله بخير. ده الجزء الثاني من الفيديو، عملنا أسئلة للولاد والبنات، أسئلة عن العيد. إن شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم، وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك إن شاء الله يا رب. ودلوقتي هنبدأ الأسئلة، هنعمل فريق للبنات وفريق للولاد، سلمى وياسمين مع بعض، وعمر وسيف ومحمود مع بعض. ماشي، هنبدأ بالبنات. خطبة العيد، العيد دي كام خطبة؟ واحدة ولا شاطرة؟ برافو عليك، اتنين. كنت اقولك واحدة ولا اتنين ولا مفيش خطبة. ليه كام خطبة العيد؟ برافو برافو، كده نقطة للبنات. طيب الولاد، هل لصلاة العيد سنة قبلية أو بعدية؟ هيقول لكم على الاختيارات. ماشي، أول اختيار، له صلاة العيد لها سنة قبلية ولا لها سنة بعدية ولا ليس لها سنة قبلية ولا بعدية؟ ليس لها سنة ولا قبلية ولا بعدية. برافو، سقفوا لهم، برافو، شكرين. طيب البنات، هل يجوز قضاء صلاة العيد لما فاتته مع الجماعة؟ واحد، مستحب ولا مختلف فيه ولا ليس عليه قضاء؟ مختلف فيه. دلوقتي السؤال بتاع الولاد، اللهم صل على حضرة النبي، هل يسن لصلاة العيد أذان أو إقامة؟ واحد، لها أذان وإقامة، ليس لها أذان ولا إقامة، لصلاة العيد إقامة فقط. ليس لها اذان ولا اقامه. برافو، شاطر يا سيف، سقفل. طيب البنات، عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه يوم العيد، فبدا بالصلاه نقط بغير اذان ولا اقامه، بعد الخطبه ولا بين الخطبه ولا قبل الخطبه؟ قبل الخطبه. شاطره ياسمين، سقفل. الولاد، كم عدد خطب العيد؟ لها ليس لها خطبة، خطبتان، خطبة واحدة، خطبتان. ايه؟ خطبتان. خطبتان، شاطر، برافو، سقف الولاد، تكريم. طب في كمان حديث بيقول عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. يعني ايه خالف الطريق؟ يعني الرجوع الى غير بيت اهله، ولا الذهاب من غير الطريق المعتاد، ولا الذهاب للصلاة العيد من طريق والرجوع عن طريق اخر؟ الذهاب ايه؟ لصلاة العيد. يروح لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق تاني. من طريق تاني. ماشي، برافو. طيب الولاد بقى، أين يكون محل التكبيرات الخمسة في الركعة الثانية من صلاة العيد؟ بعد قراءة الفاتحة، بعد تكبيرة الانتقال وقبل التعوذ والقراءة، بعد التعوذ والقراءة؟ بعد تكبيرة الانتقال. برافو، وقبل التعوذ والقراءة، برافو. فريق الولاد ده شاطرين قوي ما شاء الله. يلا جدعانوا بقى الولاد، البنات كمان. ما هو عدد ركعات صلاة العيد؟ أربع ركعات ولا ركعتين ولا ست ركعات؟ ستة. لا، صلاة العيد إيه؟ يلا قولي يا سلمى أنت كمان وياسمين مع بعض، افتكروا كده بنصلي صلاة العيد إيه؟ ركعتين. شاطرين، ركعتين بس، برافو. طب لماذا يستحب للولاد، لماذا يستحب تأخير صلاة عيد الفطر عن أول وقتها؟ ليه بقى؟ واحد، حتى يجتمع الناس، ولا حتى يفطر الناس، ولا حتى يتسع الوقت لأداء صدقة الفطر؟ حتى يتسع الوقت لأداء صدقة الفطر. برافو، شاطر يا عمر، برافو عليكم.
متى يكون آخر وقت لصلاة العيدين؟ عند انتهاء الصلاة في الصباح، ولا قبل صلاة الظهر، ولا يستمر وقتها إلى زوال الشمس؟ يستمر وقتها إلى زوال الشمس. برافو برافو يا سلمى. كده دي الفقرة التانية خلصت. ما شاء الله الولاد متفوقين شوية عن البنات. بعد كده برضو البنات تبقوا تراجعوا شوية على الأسئلة دي. ماشي، هنروح بعد الفقرة التالتة اللي هي الجوائز، وهتختاروا كده بالحظ الورقة من 1 لحد 10، وبعد كده تختاروا الهدايا. ماشي.